أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالمواقف الوطنية التي يبديها أبناء البحرين والتي أكدت ثباتهم على المبادئ الراسخة لهذا الوطن العزيز ووحدة أهله، مشيرا سموه إلى أن المجتمع البحريني قد نشأ وترعرع على الاحترام المتبادل، وهو نهج ورثه أهل البحرين من آبائهم وأجدادهم، وأرسى لقواعد الطيبة والتسامح المشهود بها للبحرينيين. ولفت سموه إلى أن البحرين تسعى بعطاء أهلها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نحو المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي ترفدها عزيمة وتكاتف أبناء البحرين بروح مخلصة نحو البناء والإنجاز بما يعود بالخير على الجميع. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس معالي الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة ومجلس سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، حيث تبادل التهاني بالشهر الفضيل ونوه بالتواصل بين أفراد المجتمع البحريني الذي يعبر عن مدى تلاحم وتماسك الشعب البحريني بكافة أطيافه ومكوناته. وأثنى سموه على قطاع الشباب البحريني وتطلعه المستمر نحو صقل المواهب واستثمار الطاقات الشبابية في رفد مسارات التنمية المختلفة والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار. من جانبهم أبدى أصحاب ورواد المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته لمجالسهم في هذه الليالي المباركة من الشهر الفضيل، مواصلة للنهج التواصلي في المجتمع البحريني.